خدعها وصورها عريانة. بنتكلم عن الفيلم الممنوع من العرض بسبب المشاهد الجريئة والخادشة للحياة وعري الفنانة وظهورها بدون ملابس، وفيلم أذكى رجل في العالم، واللي كان معظم الناس مصدومين ازاي الفنانة ميرفت أمين جالها الشجاعة ان هي تقلع هدومها قدام مصورين ومعدين وكل طاقم التمثيل. في بعض الناس بيقولوا ان هم اتصدموا من جرأتها، لكن هي كشفت بعد كده ان في الحقيقة تم خدعها من رشدي أباظة اللي فهمها ان الفيلم مفهوش حاجة خالص وهتبقى ملابس عادية، وبعد كده قال لها المشهد هيتم تصويره في البلد وهو فاضي وهيبقى فيه المخرج وحامل الكاميرا بس عشان تتصور المشاهد اللي فضلت في التاريخ الاسود للفنانة اللي اتبرأت منه كذا مرة، لكن يعتبر الفيلم من الاعمال الممنوعة من العرض في تاريخ ميرفت أمين.